ألف مبروك للعائدين أو العائد الأول لبرنامج السوق. سابقاً كنت أعلن هذا الشيء، العائد الأول لبرنامج كاريزما وأنه يكمل في المنعطف الأخير في هالبرنامج. طبعاً باسمي وباسم جمهورك نقول لك ألف تليريون مبروك للعائد الأول، واللي اليوم بعودته هذه يعلن وصوله إلى النهائي. تتوقع أنك أنت عادل؟ يا رب. نايف بيك تتوقع أنك أنت؟ إن شاء الله عادل. طيب ألف مبروك العودة لابن ملهي ركان. مبروك العودة. تعال تعال. ألف مبروك. هل ابتسامة اللي اختفت الأسبوع اللي طاف يا ركان؟ الحمد لله أنها حضرت. ما دخلني في التاني. لا تبكي. سهر طيب يا حبيبي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبقيكم. تعال مبارك. الله يبارك. الله يبارك فيك. شو اخبارك؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ وحشتني يا ولد. من ايامك توعدتني. والله كيف اخوانك كان؟ تخيل كان ركان. يا مرحبا. طلعت النظارة من الفازة؟ اي دكت والله للحين باقي موجودة. الله يدكت. طيب ركان هذا بردنقك للنهائي، وش تقول؟ اللي بقوله انا من اول طلوعي معك هنا يا زياد ذكرت بيت قلت فيه حن بني عارج ومن يام العريقه ما خلقنا الخروج من التنافس، وهذا الشيء اللي كنت انا حريص عليه اني اتم الى النهائي، وفعلا وصلت الى الستيج النهائي. تستاهل والله. فتستاهلون طيب. فاللي بقوله بيض الله وجيههم كل من دعم على وجه الخصوص محزم السعد ربعي بني عارج اللي وقفوا وقفه الرجل الصادق، وقفة الوقفة اللي مهي بغريبة عليهم أصلاً مع راكان بن ملهي، وبشكل عام قبيلة يام كافة، وعلى وجه الخصوص سالم بن جخير وفهد بن ناصر بيض الله وجيههم بياض الشاش. ألف مبروك يا ركان. الله يبارك لك. ونمسي على كل من ذكرت اسمه، وطلب على لسان متابعينك أرجوك بقى أسبوع نبغى ركان ما نبغى ظله. شكراً يا ركان. شكراً لك. هلا وسهلا. إبراهيم ونايف وعادل وسلطان ومحمد السالم. سلطان ابتسامتك الآن مختفية. بالعكس مبسوط.